خلينا ألتقط من حضرتك، نعم يبقى نقدر نقول كده من خلال كلام حضرتك إن السيدة خديجة كانت من أشراف قريش نعم ومن أكابرها، نعم وكان آباؤها وأجدادها معروفون في بطون العرب. نعم طيب خلينا بقى، أنت حضرتك تطرقت لنقطة هي دي اللي هنروح هنذهب إليها. ما الأسباب التي أدت للنبي صلى الله عليه وسلم بالزواج من سيدة خديجة؟ طيب ليه؟ أجمل صفات المرأة العقل. يا سلام، اوعى تقول أجمل صفات المرأة الهيئة. لا مطلوبة. لا لا ليس هيئة ولا الجمال. بالضبط بالضبط. مطلوب. لا، لأن المرأة قد لا تكون جميلة ولكن مقبولة ولكن عاقلة. وإلا لا شك أني في هذه الفترة هناك من هو أصبى وأصغر وأجمل من السيدة خديجة، بس هي مش العبرة بالجمال، لا، العبرة ما هي الصفات الأخرى التي تصلح لهذا الرجل. نعم، صلوات ربي وسلامه صلى الله عليه. عليه وسلم، صفة العقل اتصفت به خديجة وكان ظاهرا في حياتها. لذلك شوف، الإنسان ممكن يتزوج، ممكن يقعد أسبوع أسبوعين ثلاثة شهر، وبعد شهر يجد أخلاق الزوجة بدأت تتغير. نعم. إيه اللي بيحصل؟ الله، علو صوت، تستغضب زوجها، الندية، العناد، كل هذا ممكن يظهر وغالبا بيظهر. لا، السيدة خديجة لم يسجل التاريخ أنها أغضبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار. هي لم تسأل إليه قط خالص. نعم. مين اللي يقدر يعمل كده؟ محدش خالص. نعم. إطلاقا. يعني لما نبص لأمهات المؤمنين بعد ذلك، ولما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان لزواجه وكثر زواجه أبعاد سياسية، أبعاد اجتماعية، أمور كثيرة جدا عندما نتكلم على أسباب زواج النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان يتزوج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما نتزوج نحن، بنتجوز عشان قضاء حاجة البدن، لا، سيدنا النبي كان فيه لزواجه أبعاد أخرى. لذلك رد على كثرة أو شبهة تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي أثارها بعض يعني المستشرقين. نرجع إذن، النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة يؤهل، ولسه الرسالة ما جاتش، يؤهل لأن يتحمل الرسالة الخاتمة لهذا الكون. تمام. طيب مين اللي يصلح لأن يكون وزيرا له في هذا الوقت؟ امرأة مرافقا عاقلة. له امرأة عاقلة رقم واحد، مش واحدة صغيرة تقدر ايه لا، محتاجة عناية، محتاجة رعاية، محتاجة كلام كتير حد يوجهها. بالضبط. لا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى من يؤازره ويشاركه. تمام. فكان العقل صفة أساسية عند السيدة خديجة. أمر آخر، الشرف والحسب والنسب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من أشرف البطون. نعم. من أشرف بطون العرب، من أكرم بطون العرب، وهذا نسب الأنبياء دائما، من أكرم العائلات يعني. وكذلك كانت السيدة خديجة هنا يكون رضي الله عنها يكون تكافؤ. تكافؤ في الحسب والنسب. نعم. فإذا هذه الأسباب. وأيضا شوف، لا شك إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بأن السيدة خديجة تفوقه سنا، وهذا السن يجعل المرأة أكثر عطفا وحنية واتزانا في الحياة الزوجية. لا، تاني جزئية دي. عندما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الزواج من السيدة خديجة، سيدنا النبي كان شاب معروف. نعم. والسيدة خديجة معروفة بأنها تزوجت قبل ذلك وعندها أولاد، فمعلوم لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السيدة خديجة أكبر منه سنة، معروف هذا. هو ما فيش نعم ولكن معروف هذا العرب أنها أكبر منه سنا بمراحل بسنين، ومع ذلك قادم على هذا. ليه؟ السيدة المرأة إذا كانت يعني في سن السيدة خديجة، بدأ العطف عندها يفوق حاجة البدن والهوى. ليه؟ السن خلاص ده 40 سنة. 40 سنة ايوه. بدأ العقل يفوق هوى النفس. تمام. فأصبح عندها من الآليات ما تسيطر به على نوازع نفسها. مش هتلاقيها تغضب، مش هتلاقيها تحتاج إلى رعاية، إلى توجيه. فكانت السيدة خديجة في هذه الفترة هي أصلح الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. خليني أقول كده أستوضح من حضرتك. نعم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة، سادات قريش
دعوه إلى المبيت عندهم، نعم، ولكن هو قال ابن لي خيمة عند خديجة. نعم. وكان إذا ذبح الشاة كان يوزع الثلث على أصدقاء السيدة خديجة. السيدة أم سلمة ذكرت ذات مرة في رواية عنها أنها قالت ذكرنا خديجة ذات مرة فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال وأين مثل خديجة. أنا أتساءل لماذا كل هذا الحب للسيدة خديجة؟ نعم. ليه؟ نعم، دائما الحب لا يأتي من فراغ خالص، مستحيل إنسان يتعلق بإنسان من فراغ، لابد أن يكون لهذا الحب عطاء قدم حتى ينشأ في القلب الحب. يا سلام. لازم، يعني هي قدمت للنبي، قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قدمت إيه؟ قدمت عقلا راجحا، قدمت عطفا وحنانا ورعاية. نعم. وهجاوب على ده، بس شفت عني نرجع كده لورا. عندما كان يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، في غار حراء كان يذهب وكان يتعبد ويظل ليالي، فرجع لما رجع إلى خديجة في المرة الأخيرة التي نزل عليه فيها الوحي. انظر إلى الحال كده، راجع يرتجف، رأى شيئا عجيبا ما هو معهود عند العرب أن يره، هذا حاجة غريبة يعني، ويقص على خديجة. واحد بيقول أنا شفت هيئة، وشاف إيه؟ رأى جبريل على هيئته، الهيئة العظيمة التي خلقه الله عليه. وبعدين راجع يقول لها، فهي تقول له إيه؟ والله لا يخزيك الله أبدا. يا سلام. شوف بقى، إنك وتذكر محاسن الزوج، صفاته إنك لتصدق الحديث. نعم. وتقر الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. وبدأت تعدد صفات النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي شفيته أثناء الحياة، وده ما تفعله إلا المرأة العاقلة الصالحة. الإنسان لما يجي يقص على مراته شيء، حادثة حصلت له، ممكن تقول له شوف انت مقصر في ايه بقى، ده ممكن يبقى حاجة هتحصل لك ومش عارف ايه وبتاع. لا، ده هي خدت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الى جانب اخر. ليه؟ الموقف يستدعي تهدئة نفس، ما يستدعي ان افتح له بابا يتعبه.